الهجن العربية الأصيلة في ختام هذا الأسبوع الثالث من أسابيع هذا الموسم الرياضي الذي ينطلق هنا على تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم. بسم الله وعلى بركة الله، إعلان انطلاق أول الأشواط في هذه الفترة الصباحية وانطلاق سن الحول المحليات الأصايل في هذا الشوط الأول والذي سيحمل 16 شوطا لمسافة 6 كيلومترات في مشاركة أبناء القبائل المميزة التي تعلن هنا الاندفاع الأول في هذه اللحظات وتحدي الكبار الذي ينطلق بوجود الشعارات المتميزة التي أعدت العدة لهذا الموسم وأعدت أيضا التحديات لانطلاق موسم سيكون حافلا بالإثارة والندية على مدار الأشهر القادمة. نتابع الانطلاق بعد أن اندفع الجميع في هذه الانطلاقة الأولى للحول المحليات ومباشرة إلى المقدمة بوجود بينونة محمد بن زايد بن محمد المنصوري، بينما المركز الثاني هيام، في المركز الثاني ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي، هناك المركز الثالث التدخل القادم بوجود مشكورة سالم بن سهيل بن خيرات العامري مع المركز الثالث، بينما على المركز الرابع من حاشة في المركز الرابع زعفران، هذه زعفران غانم بن علي بن حمودة الظاهري التي تعلن الانطلاق، بينما على المركز الخامس في التدخل القادم الذهب على المركز الخامس محمد بن سالم بن يافور الغفلي، وعلى المركز السادس تدخلات قادمة تحمل انطلاقات خيال فري بن علي بن حمودة الظاهري، وهنا على المركز السابع من خلال هذه الانطلاقات وهذه التحديات ريمة مايد بن محمد بن حلفان المري، بينما على المركز الثامن نذهب إلى وجود عزايم أحمد بن مخيت بن كراز السبوسي، هنا المركز التاسع تواجد المركز التاسع والحذر اللي تأتي على المركز التاسع ضاحي بن يمع بن تميم المهيري، وهنا على المركز العاشر أتوقع شعار الفيلسوف مع ثمين محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه المراكز الأولى وندانا الأول مع انطلاقات الكبار، تحدي الرقص والإمتاعي والإبداعي في هذا السن المميز دائما من خلال المشاركات ومن خلال التواجد على أرضية هذا الميدان وخاصة في الأشواط الأولى والجولة الأولى التي تحمل الكثير من الاستعداد والاندفاع. شوف المقدمة وتابع البداية، هي زعفران غانم بن علي بن حمودة الظهري التي انطلقت هنا مع هذا الاندفاع ومع هذا التحدي إلى الصدارة في أول كيلومترين في انطلاق شوطنا الأول. هنا أيضا هذا الشعار الذي يحمل المنافسة وعنوان التحدي بينونه محمد بن زايد بن محمد المنصوري، أحد الشعارات المميزة هناك في الظفرة وانطلاقاتها. هنا المركز الثالث وجود محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي مع هيام في هذه الانطلاقة الثالثة والاندفاع الكبير الذي نشاهده مع بداية هذا الشوط. نتابع القادمين والانطلاق يكمل أيضا مع خيال فري بن علي بن حمودة الظاهري الذي ينطلق مع اندفاع المقدمة والصدارة وأيضا المسار، بينما على المركز الخامس هذه المتواجدة مشكورة سالم بسين بن خيرات العامري، هناك على مسار هذه اللحظات التي تعلن التواجد أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي مع عزايم على المركز الخامس، بينما سادسا تدخلنا ياتي هنا بوجود زعفران سلطان بن عبد الله بن سالم المسافري. انطلاقات المقدمه والبدايات الاولى واول سداسيه هنا تحمل هذه الانطلاقات وهذه التحديات، ما شاء الله وتبارك الله وصلنا 3 كيلو مع هذه الاسماء، وهناك على المقدمه مع اندفاع اول الاشواط ما شاء الله وتبارك الله زعفرانه، وهي زعفرانه في بداية الاندفاع بداية التحدي وانطلاقته. هناك غانم بن علي بن حمودة الظهري يطلق زعفرانه، ما شاء الله
بعد بين المسافة معلن التواجد هناك في هذه الانطلاق وهذا الأداء الجميل اللي نشهد فيه اندفاعات هذا الشوط الأول. هنا المركز الثاني وجود المركز الثاني هيام على ثاني المراكز، محمد بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي ومحمد بن زايد محمد المنصوري أيضا يعلن تواجد على ثالث المراكز مع وجود الإثارة هنا في بينونة، بينما على المركز الرابع تعود عزايم أحمد بن مخيد بن كراز السبوسي، وعلى المركز السادس بن نخيرات هذا منطلق مع هذه الإثارة والانطلاقة مشكورة سالم بسيل بن نخيرات العامري. يا سلام هذه الأسماء الخمسة، ولكن وين دور على زعفرانه، طالع زعفرانه فقط في الكادر العلوي، فقط في الكادر العلوي الذي يحمل هذا الأداء وهذه الانطلاقة الأولى. ما شاء الله استكمال وكادر مخصص هناك لزعفران اللي ابتعدت عن بقية المشاركين، الكل قادم من خلال هذه الأسماء وتقود الصدارة غانم بن علي بن حمودة الظاهري. يا سلام يا سلام اندفاع ما شاء الله وأيضا أداء رائع مع هذه اللحظات الأولى في هذا المسار. شوف الفارق بين المركزين الأول والثاني مع هذه الانطلاقات. هنا المركز الثاني وجود أيضا المركز هيام، هيام محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي. يا سلام عزايم على المركز الثالث أحمد بن مخيد بن كراز السبوسي، وعلى المركز الرابع وجود أيضا بينون محمد بن زايد بن محمد المنصوري. هذه الأسماء اللي مقتربة واللي مقدمة أيضا هذه الانطلاقة النهائية. عينك هناك على المقدمة ما شاء الله، الشوط هناك يسير مع هذه اللحظة حامل هذه البداية، حامل هذه الانطلاقة الأولى، مسار تحقق الانتصار هي القادمة بقوة زعفرانة من التاريخ، الأسماء التي تحمل الإثارة والتحديات والانطلاقات. المركز الثاني تغيير المركز الثاني عزايم أحمد بن مخيد بن كراز السبوسي على المركز الثاني، وهنا أيضا وجود هيام على المركز الثالث في هذه اللحظات محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي، بينما في رابع المراكز هنا المركز الرابع وأيضا جميله الغبشي بن سهيل بن غبشي الشريفي، بينما المركز الخامس بينونه في المركز الخامس محمد بن زايد بن محمد المنصوري. هذه الأسماء، الموقع وين؟ الموقع وين؟ الكيلومتر الأخير في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار وفي هذه التحديات. هنا المقدمة وأذن لا زالت على الصدارة بوجودها منفردة بانطلاق تام ما شاء الله، فارق 200 متر مع هذه اللحظة والأداء المميز للزعفرانة. أتوقع أن العنوان الأول زعفراني في هذه اللحظات. هنا المركز الثاني من خلال هذه الانطلاقات من خلال هنا المقدمة، إذن عودة إلى الصدارة وبداية الانطلاقات بداية المسار. صباح الخير يا أهالي العين، صباح الخير، أسعد الله صباحكم ما شاء الله، خير تمثيل خير تمثيل بالأداء الجميل ما شاء الله كيف لا، وهي بطلة الكأس في عاصمة الميادين هناك في سن الثنايا في تحقيق انتصار أصيل زعفرانة المسمى ما شاء الله، التاريخ عندها واستعدادها لهذا الموسم يحمل الكثير الكثير الكثير. ما قصرت يا لي حافي ما شاء الله وتبارك الله في الانطلاق وخط الأداء الجميل في هذه اللحظات، أداها عالي أداها عالي انطلاقها عالي. المركز الثاني قادم أيضا في المركز الثاني وجود عزايم أحمد بن مخيد بن كراز السبوسي، ولكن هناك المقدمة الأداء الجميل لا تزال على المركز الأول. خلصت على الشوط ما شاء الله زعفرانة إذا في المركز الأول من خلال الأسماء غانم بن علي بن حمودة الظاهري، بينما المركز الثاني وصلت هنا في المركز الثاني عزايم أحمد بن مخيد بن كراز السبوسي. المركز الثالث في هذه اللحظات وهي حشيم محمد بن ناصر محمد بن غنام الهاملي، والمركز الرابع انطلاقة مذهلة لراشد بن عبد الله بن راعي طيره العامري
والمركز الخامس كانت هناك التواجد لضج محمد بن خليل بن ضبيب الشامسي. هذه المراكز، هذه الانطلاقات. هنا اندفاع اول الاشواط، ما شاء الله يا خيال. 9 دقائق 20 ثانية، تسحب من الاجزاء من الثانية. هيا زعفران تاري والناموس، غانم بن علي بن حمودة الظاهري، اداء ممتاز ما شاء الله، قادت الشوط من البداية وحتى النهاية. المركز الثاني وصول عزايم احمد بن مخيل بن كراز السبوسي، 9 21 ثانية، 8 من الاجزاء من الثانية. والمركز الثالث نشوف المركز الثالث في هذه الأسماء القادمة والتحدي والإثارة، ما شاء الله. هذه القادمة هناك حشيم ناصر محمد بن غنام الهاملي، 9 دقائق 31 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال. انطلاقاتنا متواصلة والتحدي يحمل الإثارة على أرضية هذا الميدان، ما شاء الله وتبارك الله. ينطلق شوطنا الثاني، شوط الكبار، الحول لمهجنات الأصايل في هذه الأعداد التي تتواجد هنا في أرضية هذا